ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني في الله، فإني أشهد ربي أني أحبكم في الله، فإني أشهد ربي أني أحبكم في الله. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فقد روي في الأثر أن سيدنا أيوب حينما ابتلاه الله أوحى الله إليك إليه أني مبتليك يا أيوب، فسأل أيوب ربه فقال يا رب وأين يكون قلبي؟ يا رب لما هتبتليني قلبي هيجزع ولا قلبي هيبقى معاك؟ وأين يكون قلبي؟ فقال الله عندي. فلما مرت سنوات الابتلاء أوحى الله إليه أي يا أيوب أني مفرج عنك ما بك من كرب. فقال أيوب يا رب وأين يكون قلبي؟ يا رب لما هتفرج كربي، يا رب لما هيجي الرخاء والسراء بعد الضراء قلبي هيبقى فين يا رب؟ فقال الله عندي. إخواني في الله، أيوب عليه السلام لا يهمه الضراء ولا السراء، القضية أين يكون قلبي؟ قلبي هيبقى معاك يا رب ولا قلبي هينشغل عنك؟ قلبي هيبقى مقبل عليك يا رب ولا قلبي هيبقى ملتفت عنك؟ أين قلبك يا أخي في الله؟ أين قلبك الآن؟ أين قلوبنا يا إخواني؟ قلوبنا مع ربنا ولا قلوبنا مع الدنيا؟ قلوبنا مقبلة على الله ولا قلوبنا مدبرة عن الله؟ أين قلوبنا يا إخواني؟ لما عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساومة تعبدية، عبد الله عايز يصوم 30 يوم كل شهر، عبد الله عايز يختم القرآن 30 مرة كل شهر، النبي عليه الصلاة والسلام يساوم عبد الله بن عمرو بن العاص خوفا عليه من أن يعجز عن المواصلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ أن يخفف. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أستمتع من قوتي وشبابي، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. أين هذه القلوب يا إخواني؟ أين القلوب التي تتمتع بقيام الليل بين يدي الله؟ أين القلوب التي تتمتع بالتلبية الفورية فور سماع نداء الله؟ أين القلوب التي تتمتع بالصيام؟ أين القلوب التي تتمتع بالصيام؟ أين القلوب التي تزكو وتصفو وتحلق في ملكوت الله وتسيح بين أسماء الله وصفاته حينما تصوم؟ أين القلوب الذاكرة الشاكرة المتبتلة المتألئة؟ أين هذه القلوب يا إخواني في الله؟ أين قلب حنظلة حينما وقف على قارعة الطريق وهو يقول نافق حنظلة؟ ليه؟ لأن أنا لما بروح للدنيا قلبي ما بيبقاش شيء في الجنة والنار، عايز 24 ساعة شهود القلب لجلال الله، عايز 24 ساعة شهود القلب للجنة والنار، عايز قلب يحيا مع الله فلا يلتفت عن الله. أين هذه القلوب؟ وأين يكون قلبي؟ أين يكون قلبي؟ قلبك فين الوقت؟ وانت قاعد في بيت ربنا قلبك فين؟ وانت في بيتك وانت في شغلك وانت في دراستك وانت في أي مكان قلبك فين؟ قلبك بيحلم بإيه؟ قلبك مقبل على إيه؟ إخواني في الله، قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب وأعظم القلوب، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين ندخل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نشوف المشاعر اللي كانت جوه قلب النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نشوف النبي ماذا أحس تجاه الله، كيف أحب الله، كيف اشتاق إلى الله. عايزين يا إخواني نشوف هذه القلوب كان فيها اتجاه الله. من يومين والواحد بيصلي العشاء وقرأ الإمام بآيات موسى وهو مع أمام فرعون وأمام الصحراء في سورة طه، وفرعون بيقول له وموسى بيقول وأن يحشر الناس ضحى. قلت سبحان الله، موسى واقف لوحده قدام فرعون والجيش والمخابرات والأمن المركزي والشرطة والداخلية والشعب وسبعين ألف ساحر، لوحده ما بيتهزش، لوحده ما فيش شعرة في جسد موسى بتتهز، واقف قدام الدنيا كلها لوحده. قلت سبحان الله، يعني هذا القلب
ربنا في قلب موسى ايه عشان موسى اثبت هذا الثبات. سيدنا موسى احس تجاه الله بايه عشان يقف هذه الوقفة البطولية، زلزال مشاعر تجاه الله. عشان كده شوف ثمرة موسى، لما تشوف اي اصحاب نبي من الانبياء بص للنبي تلاقي كل اللي اصحابه عملوه كان اصلا من هذا النبي. لما تشوف امرأة فرعون وهي دقت ايديها وارجلها بالمسامير في الارض والخدم بتوع سيدة مصر الاولى بيعذبوها بالصياد وهي تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ايه ده؟ ايه المشاعر دي؟ كان الله في قلوب هؤلاء، مقام الله في قلوبهم ايه؟ لما تشوف مرشطة بنت فرعون وفرعون بياخد طفل من اطفالها يلقيه في الزيت المغلي وهي تقول ربي وربك الله، ربي وربك الله، ايه القلوب دي؟ لما كان موسى زلزال مشاعر تجاه الله طلعت ثمرة دعوته كده، زلزال مشاعر تجاه الله. انظر الى سحرة فرعون وهم يقولون له لن نؤثرك على ما جاءنا، لن نؤثر الدنيا على الله، لن نؤثر الشهوة على الله، لن نؤثر شيئا على الله، لن نؤثر اي رغب او رهب على الله. الله الاول في قلبك، الله الاول في قلوبنا يا اخواني. لو النبي عليه الصلاة والسلام دخل الوقت المسجد علينا كلنا هنفرح؟ بالتأكيد كلنا هنفرح بالنبي، ولكن النبي هيفرح بينا. النبي انت هتفرح بيه لو شفته، ولكن هو هيفرح بيك لو شافك. لو سألتك الوقت بتحب ربنا هتقول طبعا، بس ربنا بيحبك، ربنا لما يطلع على قلبك سيحبك. لو سألتك الوقت نفسك تدخل الجنة هتقول نفسي، قلتلها ايه؟ ماذا عملت لها؟ ماذا قدمت لها؟ بالامس امام يعني نادي كسرة الورد ونحن نكلم الشباب بقول لشاب من الشباب انت دفعت كم عشان تدخل النادي هنا؟ دفعت كم عشان تاخد اشتراك نادي؟ اول مرة حوالي 25,000 جنيه. طب هتدفع كم عشان تدخل الجنة؟ طب هتعمل ايه عشان تدخل الجنة؟ 25,000 جنيه دول الشغل اللي والده اشتغل بهم عشان يجيبهم قد ايه؟ طب انت مستعد تشتغل عشان الجنة قد ايه؟ مستعد تشتغل عشان توصل لربنا قد ايه؟ مستعد تشتغل عشان رضا الله، رضا الله سبحانه وتعالى قد ايه؟ اخواني في الله، الله في قلبك. قال احد السلف ما رأيت الله أعظم في قلب أحد من الفضيل، ما رأيت أحدا يريد الله بمنعه وعطائه مثل الفضيل، ما رأيت أحدا الله في صدره أعظم من الفضيل. أنت الله في صدرك مقامه إيه؟ الله في قلبك، قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لما بتدبر يا اخواني النبي عليه الصلاة والسلام والمشاعر اللي كانت في قلب النبي تجاه الله عليه الصلاة والسلام، الحب الحقيقي بقى، الحب العملي، مش مزاعم الحب ومزاعم العواطف ومزاعم المشاعر، الحب الصادق. والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي ويقول لربنا خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، خشع لك، انا كل ذره في جسمي يا رب بتعبدك، انا كل ذره في جسمي يا رب بتتزلزل من حبك وخشيتك، خاشع لك. الشيء لما بيخشع يتشقق وينهار، الجبل لما بيخشع بيتفتت وبينهار، انا كل ذره في جسدي يا رب بتحبك وبتتاله ليك، خاشع لك. الاحساس ده انت حسيته؟ لما انا بقولك انا بحبك ممكن يكون كلمة بحبك مبالغة، ممكن يكون بحبك دي كلمة كبيرة وانا قصدي عليها جوايا معنى صغير، ولكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربنا خاشع لك سمعي، يبقى خاشع لله سمعه، يبقى خاشع لله بصره، يبقى خاشع لله عظامه. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي روايات وفي دمي نورا وفي شعري نورا، ايه ده؟ بيقول له يا رب انا عايز ابقى زي الملائكة، انا مش عايز اللي يجري في جسمي يبقى دم، انا عايز اللي يجري في عروقي يبقى نور، انا عايز ابقى نوراني، انا عايز لا اذكر الاك ولا احب الاك ولا يقبل قلبي الا علي، انا عايز ابقى زي الملائكة يا رب، انا عايز ابقى زي الملائكة لا تذكر الا جلالك. النبي عليه الصلاة والسلام
احد الصحابة واقف بره بيت النبي، حجرة النبي، والنبي عصام بيصلي، فالصحابي بيوصف والنبي ساجد وهو يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تخيل واحد ساجد جوه المسجد وباب المسجد مقفول وانت واقف بره، وسمعه مش قادر من اللي في قلبه يكتم لسانه، مش قادر. ألم تقرأوا قول الله؟ رجل مؤمن من آل فرعون ايه؟ يكتم إيمانه. تحس ان الإيمان في كلمة يكتم ده بركان. عارف لما يكون مسدس يقول لك كاتم للصوت، لو ما كتموش الصوت ده هيقلب المنطقة. تحس ان الإيمان ده بركان، كتمان الإيمان ده أصعب من كتمان البركان. يكتم النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يكتم ما في قلبه تجاه ربه الأعلى، فيسبح الله في السجود والصحابي بره بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع. إخواني في الله، حب الله في قلب محمد عليه الصلاة والسلام، حب الله في قلب محمد. يعني تخيل أكتر ثلاث حاجات بتشغل الناس في الدنيا إيه؟ الأكل، النوم، الجماع، الشهوة. أكتر ثلاث شهوات بيخليها الناس كلها بتبعد عن ربنا، نهاية السعي ده إيه؟ الأكل، النوم، الجماع والشهوة. شوف حب ربنا عمل إيه في الثلاثة دول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف حب ربنا عمل إيه في نوم النبي لما يقول يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام جاي من جهاد ومن دعوة ومن غزوات ومن جولات، ما بين النبي عليه الصلاة والسلام جاي من تربية، النبي عليه الصلاة والسلام جاي من مجهود خارق خارق عليه الصلاة والسلام. الجسد بيأوي إلى الفراش والجسد منهك، ولكن القلب لا ينام. جسد منهك بالتعب راح في النوم، وقلب لا ينام حلق في الملكوت. يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. طب وبعد الإجهاد ده اللي بيتقتل من التعب بينام مش قادر يصحى، ولكن عائشة تقول كان إذا قام وثب عليه الصلاة والسلام. عارف اللي بيقفز من على الفراش من اللهفة على القيام اللي قايم ليه، من اللهفة على العبادة والذكر اللي هو قايم ليه، كان إذا قام وثب. فلا والله ما قالت قام ولكن قالت وثب عليه الصلاة والسلام. شوفوا يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام حب الله عمل في أكله إيه عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان واصل الصيام، وصل يعني ساعة الفطار الصحابة كانوا والنبي ما كانش لحد الفجر، يشرب بق مية ويقوم مكمل لتاني يوم. تاني يوم فطار الصحابة يفطرهم والنبي ما كانش، يقوم لحد قبل الفجر يشرب بق مية ويقوم مكمل لتالت يوم ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي. يا رسول الله ده أنت جسمك جنبنا هو، عند ربنا فين يا رسول الله؟ أنت جسدك على الفراش اهو ودفء الجسد على الفراش اهو. اني ابيت عند ربي يطعمني ربي ويسقين. انا قلبي مش هنا، انا قلبي ما هوش معاكم هنا في هذه الايام. اخواني في الله، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام، لو غفل القلب عن ذكر الله لحظة لجاع الجسد. لو القلب غفل عن الذكر الجسد هيجوع وهيعطش. معنى ان تلات ايام مواصلة بلا طعام ولا شراب، ان القلب مع الله باتصال. احنا مش عارفين يا اخواني نصلي ركعتين باتصال، احنا مش عارفين نطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يتوضأ ويصلي ركعتين يقبل على الله فيهما بقلبه، مش عارفين نطبق حديث صحيح مسلم ده هو، مش عارفين نصلي ركعتين قلبنا مع ربنا من غير ما نسرح. النبي عليه الصلاة والسلام ايام وراء ايام وقلبه مع الله لا يلتفت. زي داود لما كان يا جبال أوبي معه تأويب الإبل إذا صارت من الفجر إلى الغروب، لو فضلت ماشية من الفجر إلى الغروب، فكان أيوب يسبح الله من الفجر إلى الغروب. تخيل والجبال بتسبح معاه. لو قلب أي داود عليه السلام فطر عن الذكر لحظة أو أكل أو شرب في وسط هذا التسبيح لكفت الطير والجبال عن التسبيح، ولكنها قلب قادر يواصل. قلب ما بيفصلش يا جماعة، قلب ما بيفصلش، قلب ما بيفصلش شحن. احنا قلوبنا بتفصل شحن بعد دقيقتين دعاء، قلوبنا بتفصل شحن بعد اول ركعتين في قيام الليل، قلوبنا بتفصل شحن بعد صفحتين قرآن، قلوبنا بتفصل شحن بعد ساعة عبادة او نص ساعة عبادة. قلوب ما بتفصلش،
قلوب مقبلة على الله، الشحن ما بينفصلش عنها. فأين قلوبنا؟ هل قلوبنا عند الله؟ هل قلوبنا مع الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام بعد رمضان، بقى النبي يعمل حاجة تانية، يسرد الصيام. ازاي؟ كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. يبقى يجي مثلا 3-4 اسابيع كده ورا بعض النبي صايم على طول، وبعد كده فطر شهر مثلا بعدهم. ده نظام النبي عليه الصلاة والسلام له انظمة كثيرة في الصيام وفي كل عبادة. من ضمن الانظمة في الصيام السرد المؤقت، 3 أسابيع شهر كده يوم النبي عليه الصلاة والسلام صايم ورا بعضه عليه الصلاة والسلام. اخواني سرد الصيام ده عاطفة، لما ربنا سمى الصيام في القرآن سياحة، ها السائحون الصائمون، يعني الصيام ده سياحة المؤمنين. يعني ايه سياحة؟ شفت بقى اللي بيسافر رحلة تركية ويطلع منها يتفرج على شاطئ فرنسا، ويطلع منها رحلة بقى في البحر من متوسط لحد ما يوصل شط اسكندرية في سفينة يتمتع بجمال. يا اخواني الصيام ده سياحتنا احنا. الشاب اللي بيشرب المخدرات بيشرب المخدرات ليه؟ لانه بيلاقي لذة نفسية في تناول هذه الاشياء ما بيعرفش يستغنى عنها بعد كده. الصيام يعادل هذا عند المؤمنين. الصيام بيخليك تسيح في الملكوت وتزكو نفسك وتنطلق وتتحرر من أسر شهوات الجسد، فبتلاقي لذة في الصيام اللي بيجربها ما بيقدرش يسيبه، ما بيقدرش يسيبه. كان يسرد الصيام عليه الصلاة والسلام حبا لله وإقبالا على الله وشوقا إلى الله. يبقى الحب اللي عمل إيه في أكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حب الله جعل النبي يسرد الصيام ويواصله. حب الله جعل النبي في النوم ينام تنام عينه ولا ينام قلبه. حب الله جعل النبي يثب فور النوم عليه الصلاة والسلام. حب اللي عمل ايه في الشهوة في الجماع؟ تقول سيدة عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاها في ليلة تقول حتى مس جلدي جلده، حتى مس جلدي جلده. كلمة دي يا اخواني ليست كلمة شهوة، كلمة دي كلمة حب رهيبة. ان امرأة بعد موت زوجها ب20 سنة وهي فاكرة لحظة، اللحظة اللي جوزها بيلمسها فيها، ده عاطفة مهولة في قلب السيدة عائشة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى مس جلدي جلدة، ولكن هذه اللحظة التي تطغى فيها الشهوة على الإنسان، على أي إنسان مننا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ذريني أتعبد لربي. يبقى الجسد ممكن يكون فيه شهوة، ولكن إقبال القلب على الله أعلى من أي شهوة. فيقف يصلي حتى يبل لحيته وثوبه والأرض من دموع الحب، من دموع الحب. فقد قال العلماء أن عبادة الحب أعظم من عبادة الخوف، لأن عبادة الخوف تنتهي بانتهاء ما تخاف منه وبزوال ما تخاف منه، أما عبادة الحب فلا تزول، فلا تزول. ده حتى حب البشر للبشر، اللي بيحب حد لو اللي بيحبه مات يفضل يحبه وفكره طول حياته. فلذا قال العلماء أن عبادة الحب وإن كان كلاهما مطلوب، إلا أن عبادة الحب أعظم قدرا من عبادة الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة وهو لسه في قمة شبابه كان يترك خديجة زوجته ويذهب إلى غار حراء ويتحنث لله شهر كامل، شهر كامل. هل هذا إنسان الشهوة عنده؟ ده إنسان إقباله على الله فوق أي شهوة، إنسان إقباله على رب فوق أي شهوة عليه الصلاة والسلام. ماذا في كان في قلب محمد تجاه الله سبحانه وتعالى؟ ماذا كان في قلب رسول الله تجاه حب الله والإقبال على الله والشوق إلى الله؟ يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا سفر جهاد، النبي عليه الصلاة والسلام كل سفره كان جهاد في سبيل الله. أنا عايزك تتخيل مسكة سيف وجهاد وقتل وترتيب جيوش ومعركة وكر وفر، وجه أذان العشاء فصلوا. عايزك تتخيل كمية الإجهاد القاتل اللي ممكن تبقى في بدن من قاتل في ذلك اليوم. يقول فراقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة عندهم علو همة انه هو في الإجهاد القاتل ده يقف يراقب النبي، النبي هيعمل هنا ايه بقى؟ النبي النهاردة كلنا مقتولين من التعب، كلنا ما حدش قادر يفتح عينه، يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام في الإجهاد الرهيب ده، في الإجهاد القاتل ده هيعمل إيه؟ يقول فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فصلى قدر ما نام. جميل. ثم نام
قدر مقام، ثم قام فصلى قدر منام، ثم نام قدر مقام، ثم قام فصلى قدر منام حتى أذن الفجر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة ثلاث مرات نام وثلاث مرات قام، والمسافة متساوية. يعني لو الليلة دي 9 ساعات من العشاء للفجر، يبقى ساعة ونص نوم 3 مرات 4 ساعات ونص، وساعة ونص قيام 3 مرات 4 ساعات ونص. يبقى النبي في وسط الإجهاد الرهيب والإجهاد القاتل قام نصف الليل عليه الصلاة والسلام. ولكن الطريقة اللي قام بها ايه؟ تحس ان الصراع، صراع ما بين جسد مقتول من الإجهاد وما بين قلب ملهوف على الشوق إلى الله. فالجسد ينام وبعد كده القلب ينتفض، يقف يصلي، وبعد كده الجسد خلاص مقتول من الإجهاد يريح شوية عليه الصلاة والسلام، وبعد كده القلب ينتفض بالإيمان فيقف ليصلي. إخواني في الله، من منا يعيش هذه المشاعر؟ من منا يعيش هذه الأحاسيس؟ من منا يعيش هذه العواطف؟ من منا في قلبه الله أعظم من أي شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يشوف المطر يحضنه، ياخده في ثوبه. يعني ايه ياخده في ثوبه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يشوف المطر يحضن المطر. تخيل، شوف في عاطفة في الحياة زي كده بيحضن المطر. دي عاطفة قهرية يا جماعة. عارفين لما ربنا وصف الصالحين في القرآن خروا سجدا وبكية؟ خر، الخر ده لما اقتل الواحد وقوم حدفه من البلكونة مثلا، يقوم مرمي خلاص، خر ده ملوش اي ارادة، يقوم كأن من كتر مشاعر الايمان في قلوبهم لما بيسمعوا القرآن بيخروا لا ارادة، مشاعر فوق احتمال الاجساد، فوق احتمال ان تقاومها الاجساد. النبي عليه الصلاة والسلام يحضن المطر. ليه؟ ده جاي من عند حبيبي، ده حديث عهد بربي. ايه الحب ده؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر الاسود، يقبل الحجر، يا اخواني دي عواطف فوق احتمال ان ده من عند حبيبي، ده من عند ربي، ده من عند مولاي، ده من السماء. فيقبل الحجر حبا لله سبحانه وتعالى، حبا لربه، حب النبي عليه الصلاة والسلام للكعبة التي تذكره بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب كل ما يذكره بالله، اي حاجة بتذكر النبي بالله كان النبي بيحبها عليه الصلاة والسلام. يروح عند الكعبة ويقف يصلي ويطوف، وبعد الطواف يصلي، مشركين هيجنوا. يقوم يجي عقبة بن ابي معيط يجيب ثوب ويقوم خانق النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول في البخاري هذا اشد موقف عذب فيه النبي في مكة عليه الصلاة والسلام، لانه كان قد، وبعد عقبة بن ابي معيط ما افتتح محاولة اغتيال النبي في صحن الكعبة كل المشركين هجموا من اجل ان هم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. كان موقفا عصيبا. يقول الراوي فاقبل ابو بكر الصديق وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. في رواية اخرى فاقبل ابو بكر وعيناه تسفحان، عيناه تسفحان يعني عينيه بتصب دموع، عينيه بتصب بكاء، وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. شوف حب النبي للكعبة وحب ابو بكر للنبي. والنبي عليه الصلاة والسلام اول ما يفيق من محاولة القتل اللي اجتمع عليه القوم فيها يقف فيكمل الصلاة وكأنه لا شيء حدث. ايه ده؟ حدش هيقطع عليا طريق ربنا، محدش هيقف بيني وبين ربنا. القتلة واقفين جنبه، ناس هجموا عليك بسكاكين وحاولوا انهم يقتلوك وانت داخل الجامع، وانقذت بأعجوبة. بعد كده تقوم تلاقي باب الجامع مفتوح، تقوم داخل ومصلي ولا كأن في حاجة. ايه ده يا اخواني في الله؟ النبي لا، النبي عصام قلب مقبل على الله، قلب لا يقطع طريقه الى الله شيء. انت كم حاجة قطعت طريقك لربنا؟ كم دنيا قطعت طريقك لربنا؟ علاقتك ببيتك، علاقتك ببيتك قربتك من ربنا ولا بعدتك عنه؟ خدت ايدك في ايد اهلك وانطلقت الى الله، ولا حولت كل حاجة في دنيتك لعقبة بينك وبين ربنا؟ حولت الدنيا لصخرة توقفك في طريقك الى الله، ولا حولت الدنيا لسلم تصعد عليه في طريقك الى الله؟ كيف حال قلبك مع ربك في اقباله على الله وفي شوقه الى الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام
وقف غزوة احد. متخيلين غزوة احد يا جماعة؟ يعني اللي يروح عمره كده ويقف عند جبل الرماة وعند شهداء احد ويتخيل تمزق الاجساد هناك ويتخيل اللي حصل هناك، وفي وسط المعركة الرهيبة دي وطلحة بن عبيد الله، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قدامه سبعة من الانصار بيحاولوا يدافعوا عنه، اتقتلوا السبعة. باقي الصحابة منهم من فر الى الجبل ومنهم من قتل ومثل بجسده، والنبي عليه الصلاة والسلام بقى لوحده. انا عايزك تتخيل يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر في ايه ساعتها، النبي قلبه مع ايه ساعتها، ويجي طلحة بن عبيد الله يقف امام النبي عليه الصلاة والسلام، وتيجي ام نسيبة ام عمارة نسيبة بنت كعب تحمي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مش شايف ام عمارة ولكن النبي شايف طلحة بن عبيد الله. يبدأ طلحة يقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ده مقتول مقتول، وهو بيقاتل صبعه يتفتح، يجي ضربة سيف على صبعه فيتفتح صبعه، فيقول طلحة انا عايزك تتخيل الموقف وتتخيل ايه القلب ده، ايه القلب اللي عايش مع ربنا حتى في هذه اللحظات، وتتخيل طلحة تجرح يده فيقول حس حس. عايز طلحة بن عبيد الله تقربوا يا اخواني، طلحة بن عبيد الله وهو في هذا الموقف بيتألم، فعايز يسكن ألم صبعه عشان يقدر يمسك السيف تاني بإيديه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. يا نهار أبيض، لو قلت إيه؟ إحنا فين يا جماعة؟ إحنا فين؟ ده النبي بيتقتل، ده كاش المشركين بيمثل بالمسلمين وهجمين على النبي عليه الصلاة والسلام يقتلوه، والنبي في هذه اللحظات بيذكر بالله ويقول لطلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. ايه القلوب دي؟ ايه القلوب اللي عايشة مع ربنا دي؟ بعد غزوة احد، بعد مقتل السبعين صحابي والتمثيل بالجثث والنبي مع الصحابة عليه الصلاة والسلام على الجبل، يقول لهم استنوا اصطفوا حتى اثني على ربي، تعالوا نصلي ونثني على الله، تعالوا نرفع ايدينا ونثني على الله عشان نفتكر ان اللي حصل ده بذنوبنا مش من ربنا سبحانه وتعالى. ايه القلوب دي؟ ايه القلوب دي؟ ايه القلوب اللي معلقة بالله؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، غار حراء، الموقف اللي كان صدام حسين فيه، تخيل بقى ويبص فوق كده يلاقي الامريكان قاعدين يبصوا يمين وشمال، تخيل يعني لو كان ده حصل يعني يمين وشمال، لو نظر احدهم تحت قدمي لرآه، والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، غار وابو بكر معاه رضي الله عنه، وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكت ابا بكر، اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، اسكت ابا بكر. مش قادر يستحمل في الموقف ده يسمع كلمة من بعيد كده ليست فيها كمال حسن الظن بالله. ما هذه القلوب يا اخواني، ما هذه القلوب العظيمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت وهو يموت ويخير بين الدنيا والخلد فيها وبين لقاء الله، فيقول لا والله يا عائشة ولكن اخترت لقاء ربي، انا اخترت لقاء الله بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. لو انت في سجن بقالك 60 سنة وخيرت ما بين ان السجن يبقى جنة ونعيم ويتملى من اصناف الطعام والشراب ولا تخرج، اخرج طبعا، هو في حد يحب يفضل في السجن؟ النبي عليه الصلاة والسلام اختار فورا لقاء الله على الدنيا والخلد فيها وعلى الناس والخلد بينهم، اختار لقاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام يقول لأصحابه إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. يعني إيه؟ أنا بتبرأ إلى الله، أنا بحبكم بحبكم، ولكن خلة، لا الخلة دي الحب اللي بيتخلى المسم القلب. قال لهم فيما أماكن في قلبي لا يدخلها حب أحد إلا الله، ما يتخللش حب مسم قلبي إلا الله، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قلبي ده لربنا، قلبي ده لربنا بس، قلبي ده خلة قلبي لله،
وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحب الله. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني حياته كلها كانت حب. النبي حب الله خلاه يحب الدنيا كلها. النبي حياته يا أيها الملتزمون يا أيها المقبلون على الله، النبي حياته كلها حب. فما هذا الجفاء؟ إيه الجفاء اللي عندنا ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب حب ربنا زي ما قلنا فيما مضى من الخطبة. النبي حتى في حبه لزوجاته يقب يتسوك يستعمل السوك قبل ما يدخل البيت. قرأت كتاب يعد أشهر كتاب في العالم في العلاقة السعادة الزوجية، الرجال من النساء من الزهرة والرجال من المريخ. فقريت بيقول ايه روشتة عشان الراجل يسعد زوجته، وروشت فلم أجدهم والله وصلوا إلى شيء مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وصلوا إلى فرق. النبي يتسوك قبل ما يدخل البيت. العلماء قالوا ليه؟ قالوا بيعطر فمه عشان يقبل زوجته عليه الصلاة والسلام. إيه الحب ده؟ إيه الحب ده؟ يشوف السيدة عائشة بتشرب منين ويتتبع موضع فمها في الإناء عشان يشرب منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبله وهو صائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني ليهون علي، إني ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا شفت رؤية شفت فيها كف عائشة في الجنة، فده بيهون علي الدنيا وألم الدعوة. إيه ده؟ شفت عاطفة في الحياة زي كده؟ عشان كده بعد 20 سنة من موته بتقول حتى مس جلدي جلدة. عشان كده سيدة عائشة تقول له والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. عشان كده بتقول رأيت وبيص المسك بين مفرقي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي في زوجة بتراقب زوجها للدرجة دي؟ هي في زوجة عايشة مع تفاصيل حياة زوجها للدرجة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام زرع الحب فوجد الحب. النبي عليه الصلاة والسلام زرع، النبي غير العالم بالحب، النبي غير الصحابة بالحب. كان يشوف جعفر جاي من الحبشة بقاله سنين ما شافوش، وخويبر لسه مفتوحة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري بأيهما نفرح، لا ندري بأيهما نفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. تخيل لو حد قالك الكلمات دي، ده انت هتعيش طول حياتك سعيد ان في بني آدم بيحبك كده. تخيل لما حد يقول لك تخيل يوم فتح فلسطين بإذن الله واحنا بنقول مش عارفين نفرح بفتح فلسطين ولا ان محمد النهاردة معانا، محمد هيعمل ايه؟ طب تخيل دي لو من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. زرع النبي غير العالم بالحب. لما قتل جليبيب فيقول لكني افقد جليبيب وسط الناس دي كلها وسط الجيش ده كله، ويروح ويمسكه بإيده وهو مقتول ويبكي ويقول هو مني وأنا منه لحد ما قبر جليبيب يحفر عليه الصلاة والسلام. إيه الحب ده؟ عشان كده ما تستغربش بقى لما أبو بكر الصديق يشوفه بيعتدوا عليه في الكعبة يقول لك وعيناه تسفحان، قاعد يصب دمع من الحزن على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي إن سيدنا عمر أمنية حياته لما طعن فكان المية واللبن يشربوا له من بقه يخرج من بطنه، يعني مقتول رضي الله عنه، وكل اللي بيفكر في انه يدفن جنب محمد عليه الصلاة والسلام، بيفكر في ان السيدة عائشة تأذن له انه يدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام. حب حتى الموت، حب حتى النهاية. ما تستغربش لما السيدة عائشة بعد كده تقول امن الناس علي، تخيلوا مين؟ تخيلوا السيدة عائشة بتقول امان اكتر حد في الدنيا كله له فضل علي، تخيلوا مين؟ ها؟ سودة بنت زمعة. الله ليه؟ لأنها أهدتني ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تبكي لأنها مش هتدفن جنب النبي وعمر هو اللي هيدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وتؤثر عمر على نفسها، ولكنها بتبكي حزنا أنها لن تدفن جنب بجانب حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما تستغربش لما تشوف أطفال الأنصار بنات الصغيرين بتوع الأنصار وهم يقولون نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جار، مألفين أغنية الطفلات ألفوا أغنية وغنوها من حب النبي عليه الصلاة والسلام. استغربش ان حب النبي وصل في القلوب للدرجة دي. كان بيحب كل الناس، كان بيحب الأطفال عليه الصلاة والسلام. طفل صغير، طفل، حد منكم يا رجالة فكر في يوم يزور طفل عنده عصفور والعصفور مات،
طفل وعنده عصفور، حدث لا يعني اي شيء بالنسبة الى احد في الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام يروح يعزي في العصفور، يروح لطفل يعزي في عصفور حاجة، يعني لو طفل ابوه مات يعزي في ابوه، لو كبير حصل له حاجة، انما يروح يعزي طفل في عصفور ويقول له يا ابا عمير اللي هو الطفل ده ما فعل النغير. استغربش ما تلاقي الاطفال بتعمل اغنية للنبي عليه الصلاة والسلام وبتغنيها له، نحن بنات بني النجار. ما تستغربش لما تلاقي الدنيا كلها بتحب النبي، تستغربش لما تلاقي الكون كله بيحب النبي، لان النبي عليه الصلاة والسلام حب اصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام حب زوجاته، النبي عليه الصلاة والسلام حب الاطفال، حب الحجر، حب جبل احد، حب جبريل، وقال له تأخرت علي حتى اشتقت اليك يا جبريل، فقال انا كنت اشوق ولكنني مأمور. في اثر من الاثار في قول الله وما كان رب وما نتنزل الا بامر ربك، بيقول لي جبريل وحشتني، وسيدنا فيما روية وسيدنا جبريل بيقول له انا اليك كنت اشوق ولكنني مأمور. حياة كان كلها حب. النبي عليه الصلاة والسلام يا اخواني غير الدنيا بالحب، النبي غير اصحابه بالحب وغير الحياة بالحب، فما لنا في هذا الجفاء، الجفاء اللي بيننا وبين بعض، الجفاء اللي في بيوتنا، الجفاء اللي بيننا وبين الناس، الجفاء الذي أصبح هو السمة الزائدة أو السائدة والعياذ بالله في حياتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله إحنا بنحب بعض. كل ما بكلم أخ من الإخوة، لسه أخ يعني بتكلم معه في التليفون وجدته ينهنه من البكاء، فين الناس؟ محدش بيسأل عن حد ليه؟ محدش بيعبر حد ليه؟ أين الرحمة تجاه بعضنا البعض؟ بتحب ربنا؟ طب بتحب إخوانك في الله؟ يا إخواننا اللي هيحب ربنا قلبه هيتملى حب تجاه الدنيا كلها زي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كنت أتمنى أن تكون خطبة اليوم بعنوان الحب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي حب قد إيه؟ النبي كان طوفان حب في حياته تجاه الجميع عليه الصلاة والسلام، حتى لينا بيحبنا وبيشتاق لنا قبل ما يموت بأيام، وهو يقول أنه اشتاق إلينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وطاقة الحب دي فين يا جماعة؟ احنا من النبي فين؟ احنا من حقيقة الدين فين؟ احنا من حقيقة الالتزام؟ مصر يا جماعة لم تتقدم سياسيا ولم تتقدم اقتصاديا ولم تتقدم عسكريا ولم تتقدم، مصر ربنا ادها مشاعر، مصر ربنا ادى الاهلها مشاعر، اما كمان ما نبقاش في المشاعر تجاه الله وتجاه الخلق متميزين، فاين نذهب يا اخواني في الله؟ فاين نذهب؟ ربنا ادى للشعب ده مشاعر، عشان كده لما ربنا اختار نبي يجي هنا اختار موسى زلزال المشاعر، زلزال الشوق لله، اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام يصعد يوم القيامة فإذا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، شوف الشوق الرهيب، الشوق الرهيب والرغبة في القرب من الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج رأى موسى يصلي في قبره، شوفوا الشوق الرهيب، أصلي بين يدي الله لحد ما أنظر بعيني إلى جمال وجلال الله سبحانه وتعالى. عشان كده موسى قال وعجلت إليك رب لترضى، ساب الدنيا رغبة إلى الله. إن الله يا إخواني، الله في قلوبنا قضية الجفاء، قضية الجفاف العاطفي، قضية الجفاف، قضية احنا بنحب بجد. اللي بيحب بجد بيعمل ايه؟ اللي بيحب بجد، عارفين مرثد ابن ابي مرثد الغنوي، والحديث له روايتان، رواية صحيحة ورواية حسنة، فالحديث صحيح، حديث مرثد، مرثد كان يحب في الجاهلية ايام ما كان لسه على الكفر والشرك، بيحب امرأة اسمها عناق، بيحبها وكانت امرأة بغي. يعني احيانا الحب لما فيه انسان عاطفي، الحب لما بيتمكن منه، وكانت صديقته في الجاهلية، الرواية كده كانت صديقته في الجاهلية، يعني من شدة الارتباط بينهم وبين بعض، يعني ايه رايحين مع بعض جايين، يعني شدة الحب والارتباط.
فلما أسلم مرثد هاجر إلى المدينة، ترك عناق وترك الماضي القديم. خلاص مفروض انك التزمت، خلاص بتعمل شيفت ديليت للماضي، مفروض انك التزمت، خلاص بتفرمت الهارد ديسك بتاع زمان، المفروض انك التزمت، قلبك بيتملى مشاعر جديدة تجاه الله وتجاه رسول الله. فلما هاجر سيدنا مرثد، يعني الانسان اللي في قلبه عاطفه بيفضل عاطفي برضه، ولكن عاطفته خرجت تجاه اخوانه. لما عرف ان اخوانه بيعذبوا في مكه وممنوع من الهجره، قرر انه يروح مكه يحمل الاسرى في عز الليل ويرجع بيهم للنبي عليه الصلاه والسلام. طبعا دي عمليه استشهاديه، 99% مقتول، يعني اخ من اخوانك اعتقل في طره قبل الثوره، فانت مش قادر تتخيل انه بيتعذب، وسمعت انه في تعذيب مستمر، فقلت انا هروح في عز الليل كده اتسرب واجيبه. طب ما انت 102.5% مقتول، فهذه عملية استشهادية بكل ما فيها من معاني. سيدنا مرثد يذهب لينقذ اخاه في نص الليل، ماشي والشوارع هادئة، فجأة يلاقي في وشه مين؟ عناق. عناق كانت امرأة بغي، فكانت تسير في هذه الاوقات من الليل. عناق، يعني تخيل بقى العاطفة القديمة بقى، المعصية اللي انت سبتها بعد جهاد، المعصية القديمة ولقيتها في وشك. عناق، عناق اول ما شافته فاشتاقت اليه، فقال، يقول الراوي وكانت صديقته في الجاهلية، فقالت مرثد هلم فبت عندنا الليلة، هلم فبت عندنا الليلة. سيدنا مرثد خد القرار في لحظة، لو اتعرض عليك شهوة او معصية او فتنة، لو ما خدتش القرار في لحظة هتقع، لو اترددت ساعة ما الفتنة بتعرض عليك هتقع، لو عايز تنجو لازم اللحظة اللي هتشوف فيها الفتنة تاخد القرار، ولولا اذ دخلت جنتك، فور ما تشوفها قلت ما شاء الله، لو ترددت وبصت لها بعين غير عين ربانية خلاص هتضيع وهتفتن بالدنيا. فقال يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا عليه الصلاة والسلام. قالت له حرم الزنا؟ يعني انت جاي الوقت بقى عامل فيها ارهابي وقامت مصرخة ولما الناس. طبعا ده قتل محقق لمرثد، ويهرب مرثد وينجيه الله بمعجزة بجزاء رحمته باخوانه، الله ينجيه بمعجزة ويرجع الى المدينة. اول حاجة يعملها مرثد ايه؟ يروح للنبي عليه الصلاة والسلام. اول طلب يطلبه من النبي ايه؟ تخيل يطلب من النبي ايه؟ اول طلب، يا رسول الله ائذن لي ان اتزوج عناق. بيحبها. انا عايز اقول لك ان قلب الملتزم ده يا جماعة، يا اخواني في علم التربية يقولون ان القدوة المثالية تؤدي الى الاحباط. انت لازم تفهم ان الصحابي كان بشر زيه زيك، ولكن الله كان اعظم عندهم من كل شيء، ولكنهم ما كانوا يخيروا بين الله وشيء الا اختاروا الله. ائذن لي ان اتزوج عناق، ده كانت هتبقى سبب في قتلك، ده بغي، ائذن لي ان اتزوج عناق. فيرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يرفض. يعمل ايه؟ فيؤثر حب الله على كل ما سوى الله ويمتثل لأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. انت كده، انت حب ربنا طغى على حب الدنيا في قلبك، انت حب ربنا طغى على كل عاطفة اخرى تجاه الدنيا في قلبك، انت الله الاول والاخر في حياتك. سمية ابو جهل بيعذبها، بيجلدها، بيكويها، يقول لها سبي محمد، ترفض يسب النبي عليه الصلاة والسلام قدامها من كتر حبها للنبي، مش قادرة، فتجمع البصاق في فمها وتقذفه في وجه ابي جهل، تبصق في وش ابو جهل. ابو جهل يلاقي نفسه اتفضح قدام الناس، اما ضعيفة امرأة بكويها وتبصق في وجهي، فما كان منه إلا أن أمسك الحرب، وظل يمزق في جسد سمية، وظل يطعن في جسدها حتى أرضها قتيلة، ضحت بعمرها عشان ما تسمعش كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده الحب يا جماعة، هو ده الحب يا إخواني. الحب ليس مذاعم، والحب ليس أقوال. لو بتحب أخوك بجد، الحب انك انت تتفقد حاله، الحب انك انت تؤثر اخوك على نفسك، هذا هو الحب الحقيقي يا اخواني في الله. انما الجفاء الذي صار عندنا، مفيش اخ بيتصل باخوه الا لو بينهم وبين بعض شغل في دنيا او في دين، انما لله في لله، حب الوجه الله، اخوة الوجه الله. مين اللي بيؤثر اخوه على نفسه الوقت؟ مين اللي النهاردة كل تفكيره اخويا اللي في مشكلة، اخويا اللي في كرب، عجبته تلاقي اخ من اخواننا اصيبه يعني بمرض، يعني سبحان الله العظيم، المفروض كلنا نفزع الى الله ان يشفيها،
وتيجي تسأل كثير من إخواني وتلاقوا ما مش عارفين أصلا إيه اللي حصل، ما مش عارفين. سبحان الله يا إخواني، كثير من الإخوة الوقت يقول لك أنا لو وقعت ما حدش يسأل فيه، لو وقعت ما حدش يفكر، لو انتكست بكرة ما حدش هيعبرني. فهل نحن هكذا أتباع لنبي الله صلى الله عليه وسلم؟ املأوا قلوبكم بالرحمة تجاه بعضكم البعض، عايزين نحب بعض، عايزين نخاف على بعض، عايزين نبقى رجالة مع بعض، عايزين نقف مع بعض، عايزين نضحي عشان بعض. مرثد كان بيعمل عملية استشهادية، 99% مقتول، مقتول عشان أخوه، عشان أخ من إخوانه ما يتعذبش. انت ليك كم اخ من اخوانك بيتعذب بسبب مشكلة في دنيته او في دينه، بسبب ازمة في حياته، وانت ودن من طين وودن من عجين؟ فهل نحن هكذا؟ نرجو ان نكون مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. افيقوا يا اخواني، الالتزام ليس لحية وليس جلبابا قصيرا، الالتزام منظومة، الالتزام مشاعر، الالتزام عواطف، الالتزام عاطفة تغير حياتك، الالتزام هدف ووجهة، الالتزام رسالة بتعيش عشانها وبتموت عشانها، الالتزام قلب متوهج بالمشاعر بيقود الجوارح إلى حب الله والحب في الله ليل نهار. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم ارزقنا الحب فيك، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. اللهم فرج كروباتنا، اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم تب على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء مصر وعلى أطفال مصر. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل معصية سر فعلناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها، ونستغفرك من كل كلمة لغو وحرام نطقناها. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا رؤوف يا رحيم. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوب الملتزمين وبين قلوب الملتزمات وبين قلوب المسلمين والمسلمات. اللهم أنزل من رحماتك على قلوبنا تجاه بعضنا، اللهم املأ قلوبنا بالرحمة تجاه بعضنا يا رب. ارزقنا الحب الصادق فيك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك، وارزقنا حب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أجر إخواننا في سوريا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم أمدهم ببلد من عندك، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم لا تثقل قلوبنا في نصرهم بفرقتهم يا رب. اللهم ارزقهم الوحدة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنك ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.